إنسان ذوقا رفيعا يغسل بجمال الكون أدران القلب ويكشف الغمة. الفتيات في أسعد اللحظات بقدومهن يؤكدن أن كل سكان القرية وخاصة أمهاتهن في غاية الفرح بالضيوف القادمين من أبعد المدن. لنلاحظ أنهن تعمدن الوقوف قبل دخول ساحة البيدر أنرار. إنه وقوف طقوسي يستحضرن به رمزية بركة ما يدرس فيه من زروع وما يفرضه دخوله من نبل وصدق وشاعرية. إن الفتيات الأمازيغيات جلهن شاعرات بالصليقة. تزرع النباتات العطرة عادة في البساتين المسيجة، وللأزهار والرياحين حضورها المتميز في حياة الأمازيغي والأمازيغية واحتفالاتهم، وتكتسب إحاءها الرمزي من عبيرها وألوانها وروائها ومنافعها الطبية. فالحبق مثلا يعتبر من نباتات الجنة، ويمتلك وظيفة تطهيرية ووقائية، ويجمع الناس على الاهتمام به، لذلك يدعى للشخص بأن يكون مثل الحبق الذي يستصيبه القريب والبعيد. انبرى رجل بالتحية شعرا يرمز فيه بشجرة طيبة إلى السكان، ويرمز بماء سقيها إلى الحنين المفرط لزيارتها. النباتات العطرة تدل رموزها على معاني التميز والخلق الكريم والجمال الآسف والذوق الرفيع والمعرفة النافعة والعمل المتقن. جمال الرمز الشعري زكاه لقاء بالأحضان وعناق حار، تعابير مؤثرة وحركات مرحة، كلها تترجم بعمق صدق المشاعر الفياضة وصفاء المحبة الثابتة. تداول السلام والمصافحة بين رجال فرقتهم الأرزاق وبعد المزار، منهم الأشقاء الأزهار والجيران، ومنهم أصدقاء الطفولة البريئة في دروب وحقول ومراعي الصدع. ما تراه العيون هو تسلم رجل باقتين من الأزهار، وجميع السكان والرجل نفسه يعرفون أن ذلك لغة رمزية خلاصتها أن من تسلم الباقتين سيتولى إعداد حفل رقصة أحواش، بأن يتكفل بمصاريفها ويتولى السكان طبخ الطعام وتقديمه خلال الحفل. إنها لحظات تبدو بهيجة وهي فعلا كذلك، ولكنها في الآن نفسه لحظات امتحان مشوق للرجال الشعراء. فقد تباغت فتاة شعرة الحاضرين الرجال بما يحتم عليهم تعديل ما نسميه بجدول أعمال اللقاء. وغالبا ما يكون شعر الفتيات نقطة ساخنة، لا بد لشاعر من الرجال أن يعلن شعرا قبول الاقتراح أو رفضه، وكلهم يعلمون أن شعر الفتيات ليس جوابه الوعود والتسويف، بل جوابه مفتاح يحرك في أقفال قضايا حان وقت فتحها.
أحد الضيوف يشرف على ما يجري في ساحة البيدر، هيئته وملامحه وعيونه، بل حتى جلوسه قرب أكداس السنابل، جلوس يوحي بأن الرجل يتذكر اللحظات الأكداس المكدسة من ذكريات الطفولة الجميلة في قبيلته الأصيلة. للوصول إلى إيدوليميت مررنا عبر الطريق المتوجه من مدينة تارودانت في اتجاه إغرم. لن نتحدث عن طول الطريق أو ضيق عرضه وما يتخلله من منعطفات خطيرة وعقبات مرتفعة. لن نصهب في وصف ما تخترقه من غابات ينتشر فيها أرجان سلطان أساطير الأشجار على مد البصر، ولكننا سنترجم ما يوحي به المكان وسكانه رجالا ونساء. السكان هنا نموذج رائع لحب الوطن ونبل الأخلاق في الفترات العصيبة من الفترة الاستعمارية في القرن الماضي، وهم إلى يومنا منهل خصب لمعاني التضامن والتعاون والتفاني. شقوا الطرق بفؤوتهم، وطوال العقود الأخيرة يشارك كل منهم بما يقدر عليه من مال للتنمية عبر الجمعيات والمبادرات. فعبدوا الطرق وما زالوا يشقون فروعها نحو القرى الهادئة في أحضان جمال طبيعة جبال الأطلس الصغير هذا. نبادر مصححين انطباعا قد يخرج به من لا يعرف القرى التي نعنيها، قائلين إن عزلة القرى هنا لا يعني انقطاعها عن العالم ولا يعني تخلف سكانها على الإطلاق، بل نؤكد أنها تملك من العادات ما يجعل أحدث خبر في المدن يصل إليها بأسرع وقت ممكن رغم انعدام المواصلات الحديثة. ونضيف بدون مبالغة أننا نعرف في تاريخ المغرب أعلاما كبارا في مختلف المجالات هم من أمثال القرى النائية المبتوتة في هذه الجبال. وراء كل أكمة أسرار الطبيعة وجمال الفنون وأصيل العادات ونبل الأخلاق وذكاء وقعد. عذر الشعر إن بالغ أن ما تراه العيون جميلا في اخضرار الآفاق يترجمه الشعور بمفاخر السكان والأخلاق. بديهي أن السكان من كل الأفاق المشرفة على هذه العقبة ألفوا أن يشاهدوا فيها نوعا متشابها من الشاحنات يتأوه محركها متسلقا في الطلوع والهدوء خلال أيام محددة وساعات معتادة. أما مقدمنا اليوم في موكب طيارات بهذه الأحجام والعدد والأنواع وحتى الألوان، فمقدم زاخر بالدلالات في صدارتها كون المشيء خارج أيام العطل والأعياد وبدون دعوة لحضور احتفال ما، مجيء لا شك أنه يثير فضول من يشاهد موكبنا من الأفق البعيد عن القرية. نحن من داخل السيارات نستمتع بجمال الطبيعة والسكان المحلية يستمتعون بمشاهدة موكب سيارات نادرا ما تراه العيون في هذه المسافة.
الظاهر أنه ليس صعبا أن يتم الدخول إلى الممرات والساحات وحتى بعض المنازل، ولكن الأهم الدخول إلى سر بقاء الجدران والقرى. إنه الدخول إلى قلوب أهل القبيلة وليس الدخول إلى القرية كمكان. فنحن لا نشك في أن أداء الصلاة في وقتها جماعة داخل المسجد من الممارسات التي تبدو عادية، ولكننا في الآن نفسه لا نشك في أن الصلاة عند الأمازيغيين هنا من مفاتيح القلوب. لنركز على تلك الأكداس السوداء في الحقول الجرداء، إنها أكداس السماد وليست الغاية التذكير بها، ولكن الإشارة إلى أن الصورة كلها كانت في القرن 18 من أجود النصوص الشعرية المنسوبة إلى سيدي حمو الطالب المتوفى سنة 1788 ميلادية. رمز بها إلى قصر الحياة، فالأرض التي كانت جرداء إلا من أكداس السماد سرعان ما حرثت واخضرت السنابل التي دهمت المناجل اثفرارها، فحملت إلى بيدر هناك في السماء حيث درس أعمال البشر. إنها توظيف لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. للماء مكانة مرموقة في التراث المغربي، ويعتبر من أهم مناهل الرموز الشعرية وأكثرها ورودا في مختلف مقاصده، وقد قدسه المغاربة القدماء واعتبروه رمز الحياة والأسباب التي تقوم عليه. يكاد مجال الينابيع والأبار أن يكون فضاء خاصا بالفتيات والدفاء في أوقات الاستسقاء الجماعي، ثم إن وجود الآبار والعيون خارج القرى وقرب الحقول له مزايا كانطلاق الأحاديث النسوية، وبذلك يكون هذا الفضاء مجال الأنثى بامتياز. لولوج القلوب مفتاح يتجلى في التعابير اللبقة والممارسات النبيلة والإيمان الخالص والفن الأصيل. إن مفتاح القلوب عادات حميدية توصل إلى سويداء القلوب. سيدي مرحبا بنا عندي دولي ميت. هاي يا بكم دغارسة الزرمان من كيجا الزرم؟ الزرم غارسة من كيجا وترى ما يتسكر كيب الحل نغد كرا؟ ماما ما مارسني حقاية ونكرا شوفوا الناس يقولني خبرين جينا جينا لأنه في حقيقة الناس مقيتها هذه المقاطع مخرج ده مخرج كان بدك المسلمين غير اللي تحضر كل مدينه الجمعيه الحمد لله امورنا بيكون شيء. جلسة تداول فيها بعضهم معاني شعر الفتيات في البيضة خلال الاستقبال، فقادتهم معانيه الرمزية إلى التفكير في شأن إصلاح الطريق، وتوحد النقاش وبوركت الفكرة، ثم فتحت اللائحة وبدأت التبرعات. من الضيع من الشعر من الضيع عبد الرحيم
الحاج اسماعيل الحاج عبد الله الحاج عبد الله بن عمر سامعنا صاد ما يزال ما خير ما يجسد حازم سواد. وفي الجلسة الواحدة هذه جمع ما يكفي لإصلاح الممر المؤدي من أعلى القرية إلى الوادي، وزاد النقاش توسعا بما يفيد أن المجتمعين يحثون باقي الجمعيات والجماعات القروية على التعجيل بما يساعد على تعديل الطريق المؤدي إلى إدولية. الفتيات خبيرات بالشعر ورغم صغر سنهن فهن ماهرات في إبداع روائع، وتزيد شجاعتهن الأدبية بإنشادهن أسمى الصور أمام الجمهور من الآباء الأشقاء الأعمام الأخوال وكل من حضر. شعر تزرات يأتي على وزن خاص وينتهي إنشاده بعبارة جماعية هيه. شعر تزررت من إبداع الفتيات في مناسبات شعر يخلق المفاجأة الصادة، ويعتبر بمثابة تنقيح الفتيات لنقط جدول أعمال مناقشة الرجال، وقد تكون بعض اقتراحاتهم من أجود المقترحات. تتعدد مضامين تجرات وتتوحد خاتمة حفلها في مثل المعنى الذي تغنت به الفتيات، كالرمز بالسحب إلى الآتين اليوم من المدن وبالقمم إلى المقيمين، فسينزل الغيث لتستوي الأرض.
وتؤكد فتاة في شعرها على التآخي والتسامح والتواصل ليس بين سكان القرية والمهاجرين منهم، بل بين جميع سكان المعمور المشاهدين اللحظة. أثناء احتدام الرقصة وتداول الفتيات الشواعر مواضيع الحياة، تستبد مشاعر السرور والإعجاب بالجمهور من روعة الرقص والأداء الفني والإبداع الشعري والغناء الجماعي الموفق. فيقف الجمهور من مجلسه ويتقدم منشدا أشطارا من تزرات تختصر رموزها المشاعر التي تغمر النفوس في لحظة الوداع. فن على فن في لوحة فنية بين أحضان فن جبال الأطلس الصغير في دولة نيس. مائدة تحملها الفتيات لتبريك الزيارة. المائدة يستر ما فوقها منديل نسوي تثبته قلادة خنجر فضي مكلل بالأزهار النضرة. إذا كشف الغطاء تظهر زرقة غشاء قوالب السكر، ومع ذلك لا بد من كشفها ليتأكد الجميع من حقيقة لون ما بداخلها، إنه فعلا سكر أبيض. وتبدأ الرموز تتجلى في كل المقاصد، إنه رمز إلى الزيارة التي جددت وحدة القرية أو الأمة أو الإنسانية، فلكل امرئ ما نوى. والمرأة يرمز منديلها إلى أنها في كل الحالات هي المربية، هي غطاء يستر حياة المائدة. والخنجر رمز ما يحمل وحدة، وقوالب السكر بياضها وحلاوتها وعددها الخمسة يرمز إلى أركان الإسلام الخمسة وحلاوة الإيمان وبياض السعد. أما الأزهار فهي التاج لكل العناصر المكونة للبركة المهداة في حياة هادئة مطمئنة.